فهمتيني، بقاش انا بصراحه مستوى ديال الوداد ولا ضعيف بزاف. وباش نقولها لك بصراحه، المهم حنا محبين ديال الوداد وكنبغيو الوداد، ومن صغرنا ما خلينا خدمتنا وكنجيو الوداد، ولكن الديفو اللي عند الوداد شنو هو؟ تسير سير يدبروا ريوسهم. انا موتين بغينا نتفرجوا الوداد اللي كانت زمان ما بقاش دابا صراحه. بقاش اللي كيتحمل المسؤوليه هما اللعابه، اللعابه ما كيتحملوا المسؤوليه. شي اللي كنعرف، ما كنعرفش انا المكتب، في نظرك ان كتحط واحد اللعاب كيلعب معك 90 دقيقة، كيلعب معك 60 دقيقة وكيحبس، فين هو هذا النيفو هذا؟ هادشي اللي بغيت نعرف، بغيت نعرف انا النيفو فين. بطريقة أخرى بغيت تقول بأن اللعاب مابقاش عندهم النفس باش يلعبوا. مابقاش عندهم النفس، شي روح ديال الوداد توني باش يلعب ديال الوداد ما كاينش. كتب لك كذاب، لقاش ما كاينش لي واحد من صغر ودادي. شنعطيك؟ شكون اللي كاين دابا عندنا الوداد؟ كان من القراوة مشى بحال هاشو، باقي شي واحد ديال الوداد؟ يلاه عندك ديال الجونيور بجوج، عطوه شي كلشي يلاه غادي عندك، ما غاديش نلومهم. يلاه بداو، يلاه بمراحل، يلاه بداو. كنشوفوا كل اللي قدام، اللي قدام راه من القرية مشى بحال هاشو. اللي باغي يلعب على التوني ديال الوداد راه مرحبا، اللي ما بغاش يلعب اعطينا الثقه، ما بقاوش يمرضوا فينا الله يرحم الوالدين. وهذا الميساج غنوصلو انا، ما نوصلو للعابه، ما نوصلوش للمكتب. لحقاش حنا كنتفرجوا. دبروا راسهم، هذاك المكتب شغلوا هذا التسيير ديالو، شغلوا هذا. ولكن حنا باش نعرفوا، حنا باش نتفرجوا وعندنا واحد الوقت نتفرجوا فيه، خاص اللعابه يديروا لنا شي حل. يعني واخا ما تكونش النتيجه، المهم تكون الفرجه. تكون الفرجه بسي، واش بنادم صاحبي كتمد ديبلاسمون على والو؟ ديما حنا ديبلاسمون، ودابا ديبلاسمون ما كاين حتى شي حاجه، والو كيمرضوا فينا والو. انا كنهضر على اللعابه فقط، انا المكتب دبر راسه شغلو هذا، يكون فيه تخلو هذا، يكون فيه ما سوقيش انا، كنهضر على اللعابه بني. لقاش علاش النيفو عندنا في الوداد طاح بزاف؟